Good morning, ladies and gentlemen. Our lecture today about the scene of Pozzo Lucky Entrance and Exit. اليوم محاضرتنا طالبة المرحلة الرابعة من محاضرتنا عن المشهد الثاني من مسرحية في انتظار جودت للكاتب الإيرلندي الشهير. طلابنا هنا نشوف أنه دخول وخروج يعني بوزو أن لاكي هو يمثل كأنما المرحلة الثانية أو المشهد الثاني في الأكت الأول، الجزء الأول من المسرحية. هنا نشوف طلابنا أنه درايفين لاكي، أنه بوزو دخل طلابنا كان يقود لاكي، يعني رابطة بحبل أجلكم الله مثل المعزة مثل الحيوان. A rope around his neck، كان أكو حبل مربوط به حول عنقه. هنا فلاديمير ستراغون سألوه if he was good at، قالوا له أنت يعني good at. وهنا كان يعني طلب بوزو من خادمه ان يعطيه ستول، المكان يعني كرسي يجلس عليه. وبيجن تو ايت تشيكن، وهذا دليل طلابنا انه بوزو يمثل الطبقة الاجتماعية العليا من المجتمع، اللي الرأسمالية اللي تتحكم بالمجتمع. يعني نشوف شلون اذا قارناه بالمشهد السابق، نشوف انه فلاديمير ستراغون كان ياكلون جزرة بينما هذا ياكل تشيكنز. وراح نشوف ايضا انه the bones from the chickens، انه ستراغون طلب العظام من يعني عظام الدجاج حتى ياكلهم. وهذا دليل طلابنا انه دائما الطبقه الوسطى او الفقيره من المجتمع دائما يوصلها فتات، يعني خلينا نقول ثروات البلاد. يعني هسه احنا بالعراق نشوف انه طبقه غنيه او طبقه خلينا نقول سياسيه الحاكمه تتحكم موارد الشعب وعايشين بنغنغه وعز، والطبقه الفقيره يعني حصلها يجيها بس الفتات، يا دوب تمن وشكر بالوجبه حصه المواد الغذائيه. يعني خلينا نرجع لمسرحيتنا نشوف لاكي جست، يعني بوزو اخبرهم انه لاكي عنده برايورتي اوفر ذم، انه له اسبقيه باخذ العظام. ولكن بالاخير بوزو تاز ستراغون ذات هي كان هاف ذا بونز، قال له تقدر تاكل العظام. لاكي ريفيوز تو ريفيوز ا بون ان هوب ذات هي از نوت سيك، لانه لاكي رفض انه ياكل العظام، وقال له انا اامل انه ما مريض لان عاده ياكل العظام. فعدنا نشوف انه لاكي كانما يمثل الطبقه المستعبده من الشعب. فلاديمير سادن اكسبلود وذ انجر ات بوزو تريتمنت اوف لاكي، هنا فلاديمير انفجر غاضبا بوجه بوزو لانه يعامل لاكي معامله سيئه. فهنا يعني بوزو ديسايد تو ليف، ونشوف بوزر يعني فلاديمير wants to leave، بعدها فلاديمير راد يغادر، ولكن بوزر reminds him of his appointment with Godot. هنا أنا كأنما بوزر أيضا يعمل وظيفته كمذكر أو شخص اللي يذكر فلاديمير بموعده مع جودت اللي هو تمثل شخصية دينية. عندنا هنا نشوف انه نشوف طلابنا بكل بساطة انه كان يسأل ستراغون ليش بوزو لاكي مي، يعني رغم انه هم فترة استراحة، ليش ما يضع على الارض الحقائب. وبعدها بدأ يعطون contradictory response، يعني كأنما جواب متناقض. بعدها اعترف بوزو انه he's taken him to the fair to sell him، انه ماخذه للمعرض يعني حتى يبيعه، يبيع خادمه لكي خاصه. هنا انه يعني خاصه انه طلابنا كان يخدمه لمده 60 سنه، فهذا الشيء جعل فلاديمير becomes angry at بوزو. فلاديمير اصبح غاضب من بوزو لانه يبيع خادمه بعد تلك الفتره. ولكن فلاديمير then get angry at Lucky for mistreating Bozo. ولكن بعدها فلاديمير نفسه انقلب على لاكي واصبح غاضب منه ويصيح عليه، ليش؟ لانه عامل سيده بطريقه خلينا نقول غير محترمه.
هذا طلابنا إشارة إلى أنه عادة عامة الشعب يهوى يجي نقول إحنا بالعامية صف قولة، يعني شلون أنه دعم شكسبير يذكر هذا الشيء بمسرحيات، لأنه الغوغاء أو عامة الشعب بسرعة رأيهم يتغير، ساعة يحجون على الشخص وساعة يظهرون مظهر البطل، فهذا نفس الشيء أيضا موجود بهذه المسرحية. بعدها حتى يتمتعون بأنفسهم، يعني يمتعون أنفسهم، lucky they ask Bozo to lucky perform for them، يعني lucky يؤدي لهم نوع من الرقصة وأيضا يفكر. وهذا طلابنا حقيقة كان نوع من، يعني هو إشارة إلى أن يعني عامة الشعب هي اللي تشتغل ويكون حصاد ومتعة من الطبقة العليا من المجتمع. فهنا بالأخير أنه بوزو is about to leave، غادر وترك يعني لاكي كل من فلاديمير ستراغون وحيدين. وعدنا بالتحليل أشياء مهمة من أفكار مهمة موجودة، repetition، وهاي فكرة موجودة عندنا، repetition of events بالأحداث و repetition of text يعني النصوص. وهذا ستراغون أيضا repeat himself، يعني دائما ستراغون يكرر نفسه، خاصة the ends of strong lines، خاصة نهاية يعني الأسطر the circus كمثال عدني. بعدها يحكي ويا فلاديمير، يعني ستراغون يحكي ويا فلاديمير ويرجع يعيد the circus. هذا الشيء the same in the second act، هذا الشيء موجود أيضا بالأكت الثاني. فهنا نشوف أنه فلاديمير attempt to protect and take care of Strogon، أنه فلاديمير هو يمثل القوي، شخصية قوية اللي تحمي ستراغون، يعني الشخصية الاندبندنت هو فلاديمير، والشخصية الديبندنت الاتكالية الكسولة هو ستراغون. ونشوف انه فلاديمير يمثل هو عامة البشرية، is very often quick to change his mind، دائما غالبا سريع بتغيير رأيه. أول شيء انتقد بوزو لأن يبيع خادمة، بعدها يعني انتقد بوزو for mistreating his servant لأنه يبيع خادم بعدها خدمة 60 سنة. بعدها طلابنا بنشوف إنه بوزو أصبح غاضبا، فلاديمير quickly transfer his anger to Lucky، غير غضبه وبدأ reproaching، يوبخ منه Lucky لأنه يعامل سيده بطريقة سيئة. وهذا مثل ما قلت لكم دليل على أن عامة الشعب بسرعة من السهولة وبسرعة يغيرون رأيهم من يعني أنه ينتقدون الشخص إلى أنه يمدحه. عندنا فلاديمير ستراغون may represent all of humanity، هنا نشوف أن فلاديمير ستراغون قد يمثلون يعني كل البشرية. فهنا مثال على ذلك ودليل على ذلك أنه بوزو يسألهم if they have the same species، قال لهم أنتم نفس الصنف نفس الجنس ويانا. When Bozo asks Dragon, Bozo يعني سأل Dragon عن اسمه. He replies his name is Adam. قال له عن اسمي آدم. Dragon قال له عن اسمي آدم. هذا comparison of Dragon to Adam. هذه المقارنة مقارنة Dragon بآدم، هي أنه إشارة أنه he represent all of mankind، يمثل كل البشرية، يعني وضع كل البشرية. A link between Strogon and Adam always relate to the idea of Godot or God. وأيضا هذا إشارة أنه Godot هو نفس الرب، وأن Strogon وفلاديمير يمثلون البشرية. نشوف أيضا أفكار مهمة. Bozo unlucky appear primarily entertain Vladimir Strogon. ظهور يعني Bozo unlucky كهو نوع من الوظيفة لإمتاع وظيفتهم، وظيفة الشخصيتين إمتاع فلاديمير ستراغون. After Bozo unlucky leave، بعد مغادرتهم فلاديمير ستراغون يعترفون that they help the time pass more rapidly، قال ظهور بوزو unlucky ساعدنا شوي نخلي ينقضي الوقت ويمر بسرعة. عندنا بوزو's failure to depart، فشل بوزو مغادرة خشبة المسرح. هنا أنا دليل أن فلاديمير ستراغون راح يفشلون at the end of each act to leave، يعني راح يفشلون مغادرة بنهاية كل أكت، وهذا يرجعهم إلى الدوامة الأولى والربتيشن، تكرار وروتينية الحياة. I hope you enjoyed this lecture. See you in the upcoming videos.